قطرة واحدة من دمك قد تنقذ حياة إنسان. وعملية التبرع بالدم إحدى القيم السامية وارتقاء بالعطاء من أجل الآخرين، كما أنها تعكس عمق الإنسانية في نفوسنا ومجتمعنا، مجتمع الخير والسلام. استحدثت هيئة الصحة في دبي تطبيق دمي لمواكبة التحولات الذكية في حكومة دبي ولتمكين المتبرعين من مواصلة العطاء عبر تطبيق هو الأول من نوعه محلياً ودولياً. عبر تطبيق دمي يمكنك التبرع خلال دقائق معدودة، تبدأ بلمسة على الهاتف ومن بيتك ضمن إجراءات بسيطة تمكن كادرنا الطبي من إتمام عملية التبرع ضمن أعلى معايير السلامة. اختصر تطبيق دمي رحلة التبرع بالدم، كما نجح في إعطاء الأمل لمن ينتظرون قطرة دم واحدة تقدمها أنت من أجل الصحة، الحياة والسعادة.